رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة العام الهجري الجديد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى عموم الأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على الجميع. جاء ذلك في مستهل الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمناسبة سلامة الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح. إلى ذلك أكد المجلس حرص مملكة البحرين واعتزازها برعاية ودعم الحريات والشعائر الدينية في إطار حرصها الدائم على كفالة الحقوق والحريات للجميع، مثمنا في هذا السياق ما يوليه جلالة الملك المفدى من اهتمام ودعم كبيرين للمواسم الدينية ومنها موسم عاشوراء، مقدرا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تبذلها الجهات والأجهزة الحكومية الرسمية بالتعاون مع الجهات الأهلية المعنية لإنجاح موسم عاشوراء والخروج به على الوجه الأكمل، منوها بالتعاون المشكور الذي يقوم به الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 مع الجهات الرسمية المعنية. بعد ذلك عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اجتماع عمل مشترك عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، وسعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية. وبحث الاجتماع وآخر المستجدات والإحصاءات حول فيروس كورونا محليا ودوليا، وناقش بشكل موسع تصورات المختصين ومرئياتهم وتوصياتهم العامة. واستنادا إلى ما عرض في الاجتماع وإلى توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة وبناء على ما صدر من هذا المجلس من آراء شرعية بشأن حكم العبادات في زمن انتشار وباء كورونا كوفيد-19، فأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يرى فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية بالتدريج مع الأخذ بالأسباب وجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل بتوصيات الجهات الطبية المختصة على أن يتم التنسيق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لوضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الاستعدادات اللازمة وفق الإجراءات التي يحددها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والجهات الصحية المختصة في المملكة.